أوكرانيا تعلن مقاطعتها لمؤتمر أمني في فيينا بسبب الحضور الروسي. اعتقال نمساوي في لندن بتهمة تنفيذ عملية إرهابية للنظام الإيراني. السجن لنمساوية بتهمة دعم الإرهاب والاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية. انتعاش سوق العمل في النمسا وتراجع البطالة لمستوى ما قبل كورونا. واكتشاف خلية من الهنود لتهريب البشر في فيينا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة على شاشة النمسا ميديا. وفي خبرنا الأول، أبلغت أوكرانيا منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنها لن تشارك في أعمال المؤتمر الأمني للمنظمة في 23 من فبراير شباط احتجاجاً على سماح النمسا للوفد الروسي بالمشاركة. وقال رئيس الوفد الأوكراني ميكيتا بوتارييف أن تاريخ عقد المؤتمر يصادف ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيراً إلى أن أعضاء الوفد الروسي أيدوا الحرب ولهذا تمت معاقبتهم من قبل المجتمع الدولي، مضيفاً أن أوكرانيا لن تسمح باستغلال المؤتمر من جانب روسيا لتبرير جرائم الحرب واستغلال الحدث لتبرير العدوان. اعتقل نمساوي من أصول إيرانية في لندن بتهمة التخطيط لعمل إرهابي كان يتجسس على موقع قناة إيران انترناشيونال المعارضة للنظام الإيراني. وأكدت الخارجية النمساوية الخبر دون إضافة تفاصيل، فيما ذكرت صحيفة ديلي ميل اللندنية أن المتهم جمع معلومات لأغراض إرهابية. وحسب قناة إيران الدولية، الشخص هو محمد حسين دوتايف من مدينة غراتس، قام بتصوير عدة مقاطع لمداخل ومخارج القناة. وقد أنكر دوتايف التهم الموجهة إليه، وستعقد جلسة الاستماع الأولية له في 12 من مارس آذار في المحكمة الجنائية في لندن. أدينت نمساوية كانت تعيش في سوريا في محكمة فيينا بتهمة دعم الإرهاب والاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية، وحكم عليها بالسجن لمدة عامين. وحسب ORF، أدينت المتهمة بعد اعترافها بجريمة الانتماء لتنظيم إرهابي والاحتيال التجاري المشدد، حيث ذهبت المرأة إلى سوريا في العام 2017 وانضمت لجبهة النصرة، وساعدها صديقها في الحصول على الإعانات الاجتماعية وحول لها ما مجموعه 17,000 يورو. أظهرت بيانات وزارة العمل انخفاض عدد العاطلين عن العمل في النمسا إلى مستوى أقل من الفترة التي سبقت جائحة كورونا مع استمرار استقرار سوق العمل. وأعلن مارتن كوخر وزير العمل والاقتصاد النمساوي تراجع عدد العاطلين في النمسا إلى أكثر من 200,000 شخصاً، منهم نحو 73,000 في برامج التدريب وإعادة التأهيل. وأشار كوخر عن قيام وكالة العمل النمساوية بمساعدة الشركات لجلب العمالة من الخارج وتقديم طلبات للحصول على الإقامة. أعلن جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي عن اعتقال خلية من مهربي البشر الهنود في فيينا وبدء التحقيقات معهم. وقال كارنر تم ضبط نحو 300 مهاجر في شقة كبيرة في فيينا، وكانت الظروف الصعبة سيئة، وبعضهم كان بوثائق مزورة وآخرون يقدمون أو يقيمون بشكل غير قانوني. وأشار كارنر أنه كان من المخطط نقل المهاجرين من فيينا إلى إسبانيا أو البرتغال مقابل 300,000 يورو على الأقل. وقبل الختام، ننوه أن إنفوغراد بالتعاون مع رابطة المرأة العربية النمساوية أطلقت حملة للتبرعات للسوريين
بعد الزلزال المدمر. نهاية النشرة، أشكر لكم حسن المتابعة، ألقاكم بخير، إلى اللقاء.